إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأيها الأحبة الكرام إن الله يذكرنا بحقيقة لا ريب فيها ألا وهي الموت. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ونحن نؤمن إيمانا جازما ونعلم علما يقينا أن سوف تنسب الموازين. قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ونعلم علما يقينا أن كل إنسان سوف يتسلم كتابه إما بيمينه وإما بشماله. يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك بحسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية حلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. إذا تفكرنا في هذه الآية علينا نتفكر ماذا نستطيع أن نقدم لهذا اليوم لهذا اليوم الذي تنسب فيه الموازين. وهناك عمل قام به كل نبي من الأنبياء ألا وهو الدعوة إلى الله. ومع ذلك كثير من المسلمين يستخفون بهذا العمل. وقد قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الآية تدل على من يريد أن يكون من متبع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم. والدعوة نوع من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه العبارة أولئك هم تفلحون أولئك هم هذه العبارة تفيد الحصر كأن الله يقول لا فلاح إلا من يدعو إلى الخير لا فلاح إلا لمن يدعو إلى الخير. وقال تعالى في نفس السورة
الشورى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذ الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من مميزات هذه الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ويوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذا هذا الحديث يدل على أن عدم الدعوة أو ترك الدعوة قد يكون سببا من أسباب إنزال العقاب عليهم، وقد يكون سببا من عدم قبول الدعاء. ثم يقول الله تعالى: النبي إسماعيل في القرآن: لُعِنَ للذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا ترك النهي عن المنكر أيضا سبب من أسباب إنزال اللعنة علينا، ولذلك علينا أن نحترس وعلينا أن نتفكر في هذه الآيات وفي هذه الحقيقة. ثم إن الله يثني على من يدعو إلى الله من فوق سبع سماوات، يثني على من يدعو إلى الله من فوق سبع سماوات، يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيئا. ولا يقول من دعا إلى الهدى أن من دعا إلى الهدى نجم، بمعنى إلى أي هدى؟ بمعنى أنت مثلا تدعو شخصا إلى الصلاة ويصلي كل ما يصلي صلاته أيضا في ميزان يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا في ذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أمر النعم. وفي رواية: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. إذا اهتدى على يدي شخص فكل حسنات التي يكتسبها هذا الرجل في حياته وهذه المرأة في حياتها في ميزان يوم القيامة. ولذلك عندما نستمع إلى هذه الآيات وعندما نستمع إلى هذه الأحاديث لابد أن نفكر ماذا نستطيع أن نقدم لهذا الدين وماذا نستطيع أن نقدم للدعوة إلى الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا.